يواصل الزائرون مسيرهم نحو كربلاء المقدسة بهمة عالية، مرورا بمحافظة ذي قار لغرض إحياء أيام أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. على الرغم من بعد المسافات وارتفاع درجات الحرارة، إلا إن محبيه يسيرون على الأقدام رغم الظروف القاسية. أي والله الحمد لله خير ماشي الإمام الحسين، والصحة والعافية لا تعاب، والطريق خير من الله، ولا كأننا نمشي بالطريق، والحمد لله والشكر لله وبخير ونعمة. نعزي صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على علي بن الحسين، السلام على أصحاب الحسين، السلام على الخد التريب، السلام على زينب أم المصائب عليها السلام. احنا مشايا من محافظة البصرة. نعم انا وعائلتي. لا ماكو خطر، هاي عزاء صاحب الزمان عجل الله فرج الشريف، اليوم سادس. نعم اي والاطفال. فمع ارتفاع درجات الحرارة تحتاج المواكب الحسينية إلى المياه المبردة عن طريق قوالب الثلج التي وصل السعر الواحد منها إلى 6000 دينار، وسط صمت حكومي في متابعة تلك الإجراءات أو توفير احتياجات أصحاب المواكب بشكل مستمر. صعدنا أسعار غالية يعني بكثرة المياه، ويعني ما قاعد توصلنا المستلزمات الكافية يعني للمواكب، مثل المياه والكهرباء، الماء غالي بسعر يعني مو طبيعي، وخاصة صارت يعني هذه غلاء الماء صارت يعني ويا زوار الإمام الحسين، خوش الثلج بسعرها مو طبيعي، دوم وما حد يعني قاعد يساعدنا بالمبالغ، مبالغ هائلة. قالب الثلج وصلنا بأربعة وبخمسة وبستة، واللي قدام بالبطحة وصل بعشرة. قالب الثلج الماي مشترى، والماي ينقطع علينا أكثر الأوقات، يعني يا دوب يجينا نص ساعة واحتمال ما يجي. ملايين الزائرين يتوافدون إلى مدينة العشق الحسيني دون كلل أو ملل، فقد أصبح الحسين عليه السلام قبلة العاشقين من كل أرجاء العالم. من ذي قار علي الهادي، قناة الرشيد الفضائية.